السلام عليكم ورحمة الله. دونك غنبدا واحد لا سيري جديدة كما قلت لكم دي زيكزيرسيس ان بو افونسي سميتهم زيكزيرس بارتيكولي تمارين متميزة. غنشوفو ان شاء الله غنبداو بالنسبة للمستوى ديال المشترك دونك انا من بعد ان شاء الله غنشوفو السنة الثالثة اعدادي وان شاء الله الى سهل الله نقدر نشوفو نديرو الخدمة حتى السنة الثانية اعدادي وعلاش لا سنة اولى اعدادي من بعد بحول الله غنشوف نديرو ان شاء الله السنة الثانية باكالوريا. انا غنبداو بالجزء المشترك لانه هو المهم هو الفاصل هو البداية ديال الليسي لان هذاك مهم بزاف طرون كوما. دونك غنبداو مع التمرين الاول ان شاء الله في الدرس ديال الاريتميتيك دون ان غنديرو مجموعة ديال التمارين في الدرس ديال الاريتميتيك عاد غندوزو الدرس الثاني وهكذا حتى ان شاء الله نكملو بحول الله الدروس اللي عندكم. اذا التمرين الاول إذن قالوا لنا السؤال الأول مونطري كو 7744 و 17424 البي جي سي دي ديالهم هذا البي جي سي دي. دونك هنا إما كدير هكا أ بي ولا كدير بي جي سي دي تو سامبلومون بلو كرون ديفيزور كومان دو أ بي بحال هكايا. دونك هاد الشابو بحال هكايا هاد الشابو بي جي سي دي كاين تيكالا 44 أو كاري. هنايا مكتحتاج دير ديكومبوزيسيون صافي بلا ما ندير ديكومبوزيسيون هنايا. دونك دونك هنا غنحسب 44 او كاري بعدا اولا شحال كتساوي 44 او كاري ولا فوا 44 تو سامبلومون. دونك عطاتني 1936 دونك 44 غندير اون 44 او كاري تيكالا 1936 تري بيان. غنشد هذا ونقسم على 1936 لان 44 او كاري ديفيز هاد لو نومبر وديفيز نو سي لو بي جي سي دي. دونك ا بي تيكالا دي دونك دي كتعني بان دي ايكيفو هنا ايكيفو دي يقسم أ هنا إك ديفيز دي إي دي ديفيز بي صافي. مثلا دو بي جي سي دي مع كات هو دو دونك هاد دو كتقسم دو ودو كتقسم كات هنا دو كتقسم كات لأن كات هي دو أو كاري ودو هي دو فوا أن داكوغ خاصكم تفهموا هاد الشي هذا. وهاد التمارين راه غيكونوا متميزة غينفعوكم إن شاء الله بالنسبة للتلاميذ اللي باغيين يكملوا إن شاء الله في سنه اولى بكالوريا باغي يديروا علوم رياضيه سيونس مات يعني غتلقاو واحد الدرس ديال الاريتميتيك دون زيد مجموعه اخرى دون زيد ولكن القاعده البديه ديالو لا باز ديالو راه في هاد الطرونكو ما غتشوفوا. دونك قلنا لقينا 44 كاري هو 1936 غنشد هاد 7744 ديفيز 1936 4 مزيان اي اون 7744 هي 1936 فوا 4 اي 17424 تا هي قسمتها على 1936 خاصها تعطينا ان نومبر اونتي. دونك 17424 ديفيز 1936 فوالا عطاتني 9 ان نومبر اونتي. ما نقولوش بان دونك 44 خاصك تاكد بان هاد 4 وهاد 9 سون برومي اونتر او اور 4 PGCD ديالو مع 9 سون برومي تيكالا 1 علاش لان 4 هي 2 او كاري و 9 هي 3 او كاري دونك ما عندهمش واحد القاسم مشترك. دونك PGCD كنقولو ملي كنبغيو نديتيرمينيو كنشوفو العوامل المشتركه لي كوفيسيون اللي كيكونوا كومان. دونك هنا ما كاينش واحد القاسم مشترك هنا العوامل المشتركه مرفوعه الى اصغر اس دونك ما كاينش هنا 2 او كاري فوا 1 3 اكواري فوا 1 دونك ناخذ هاد الان دونك بي اك بي جي سي دي 4 9 تيكالا 1 كنقولو دونك سون برومي اونتر او 4 9 سون برومي اونتر او. دابا باش عندي الحق نقول دو البي جي سي دي ديال 7744 وديال 17424 هو 44 اكواري سي بون. Donc on passe à la deuxième question. Donc en déduire sans utiliser la calculatrice. Bien mettre c'est un L hasiba, ce qui suit les expressions. Donc on a 17424 ou 67744. On a 17424, il y a 1936 x 9. Ou 7744, il y a 1936
فقط عندما هذا البيجي سي اللي كنا خدمنا به هو كانت كتوقع. دونك جو بو سامبليفي بارا غتعطيني نفس الشورتكات هادي لا فورم ايريدكتيبل اون بو بلو ريدوير. دونك غندوز لهنا لا راسين ديال 17424 بلوس لا راسين ديال 7744 لا ميم شوز. دونك غنغدير 17424 لا راسين هي 17000 في النهايه هي 1936 فوا 9 اللي هي 1936 قلنا هي 44 او كاري. داكشي علاش حسب من 44 كاري غتنفعنا و 9 هي 3 او كاري. دونك نقدر نقسم لراسين كاري شفتو هادشي في الكوليج في السنه الثالثه اعدادي. دونك هي 44 او كاري فوا لراسين ديال 3 او كاري لو كاري اليمي لراسين كاري. دونك طلعت لنا 44 فوا 3 خليها بحال هكا. ندوز للاخرى دونك هنا 7744 لا ميم شوز تقريبا نحسبها بحالها. دونك غتولى هي 1936 فوا 4 وي اللي هي دونك سون دي كاري بارفي لاحظتو هنا في 4. دونك هنايا 44 كاري فوا 2 او كاري اللي هي لا راسين ديال 44 كاري فوا لا راسين ديال 2 او كاري اللي هي 44 فوا 2 اللي هي 88. وهنايا عطاتنا 220. دونك الاولانية عطاتنا نفس الكات والثانية عطاتنا 220. دونك شفتو تمرين مهم واخا كيبان بانه سهل ولكن فيه دي زاستوس وفيه دي تكنيك. هادشي اللي بغيت نعلمكم في هاد لا سيري دي زيكزارسيس. اذا الى هنا كينتهي الفيديو. شكرا لكم والى فيديو اخر بحول الله.